بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم دائما ابدا معكم، اخبار وكواليس وانفرادات، والنهارده ما اكثرها. عندنا كتير من الحكاوي، الحكاوي عايزه دماغ رايقه كده نقعد نفن عشان نروق الدنيا مع بعضها. الاول طبعا اتحاد الكوره النهارده حسنا فعل انه من بدري اعلن طاقم التحكيم البولندي اللي هيدير مباراه الاهلي والزمالك في نهائي الكاس بقياده سيمون مارتسنياك ومعاه باول سيكولينكي وتوماس ديتشفيشتيك، اسامي صعبه قوي، ولوكاس كوزما وتوماس موسيت وسباستيان جارسبياك. دول الحكام كلهم، الحكم ده ليه سي في كبير جدا هقوله لحضراتكم. خلاص رجعنا للحكام الاجانب في المباريات الكبيره في المناسبات المصريه.